مشكلتهم ازمه الهاندبول، هي نفس مشكله الهاندبول. عشان كده انا عايز اقول حاجه قبل ما الناس تتسابق في القاء الاتهامات. سهل جدا ان ده يتهم مش عارف الاتحاد ده والاتحاد ده. يا جماعه احنا في ظرف استثنائي، لو اي حد عايز يحل مشكله في ظرف استثنائي بافكار مقنعه او بكلام منطقي يبقى ده عبث، ده عبث بجد. لازم تتحل بقرارات استثنائيه، ده ظرف استثنائي حلوله لازم تبقى استثنائيه. ما تحكموش عقلكم شويه والنبي، لانه ما فيهاش منطق. احنا بنتكلم على انه قوائم دخلت في بعض، موسم اللي فات بيتلعب دلوقتي، ظروف كورونا، ظروف كورونا اللي هي خلت حتى كريستيانو رونالدو يبقى في العزل وهو رخ. ده انت دلوقتي بدا المخاطر الموجه الثانيه لكورونا مش عارفين تداعياتها على المواعيد الجديده هتبقى عامله ازاي. لان افرض ان فرقه من الاهلي او الزمالك تعرضت لا قدر الله لما تعرض الله الرجاء، مش من حقها تاجل بقى. صحيح. وكده يا جماعه الرجاء اقصى حد، اقصى عدد تم شفائه من لعيبته 16 لغايه دلوقتي 7 لعيبه. من شويه اعلن 3 وكان قبل كده 4. ال7 لعيبه دول مع اللي موجودين كان ممكن يجي القاهره، لو كان المباراه هتتلعب يوم واحد يوم الاحد كان محدد هيجي الجمعه بكره ب 16 لاعب ما عندوش غيرهم. طب هو لو هيلعب يوم 3 هيجي الحد، هو هيضطر كل 48 ساعه بيعمل مسحه على امل انه الناس اللي بتتشافى بتدخل مع الفرقه. ده ظرف استثنائي قهري، يعني ربنا ما يعيدوش على الانسانيه كلها. لكن زي ما بقول لكم المباراتين اتاجلوا، الزمالك والرجاء لسه هيحدد، الاهلي في انتظار الفائز ايضا للمباراه النهائيه هيحدد. لكن بقى ليه الاعلام المغربي، ودي نقطه محتاجه للتوضيح، ليه الاعلام المغربي بينفرد في الغالب بما يحدث في مقر الكاف بالقاهره؟ صديق مغربي بيقول لي النهارده ايه الاخبار، ميعاد النهائي امتى؟ قلت له والله ليس المسؤول باعلم من السائل، احنا بناخد اخبار الكاف من المغرب. فقال لي لا ما انتوا عندكم المقر. قلت له عندنا المقر. عارف ليه يا استاذ ابراهيم؟ اشعر ان احنا دائما متوجسين وحذرين قوي في الاعلان يعني بالشفافيه المطلقه، مع ان مفيش طرف يعني تقدر تلومه. يعني انت لو اعلنت الحقيقه ودي والظاهره او الموقف اللي بيقول لك ده بشكل مؤكد ان نائب رئيس الاتحاد ما يبقاش عارف ان الاتحاد طلب التاجيل. يبقى اذا حتى التعتيم بيبقى جوه دائره اتخاذ القرار. فانت شوف الشفافيه دائما هو الصدق مانجا. صحيح. منجي. مانجا. يقول لك كان زمان يقولوا لنا صدق مانجا. منجي. والكذب عنب. فانت مؤكد انك انت كل ما كنت عندك حقيقه تعلنها في توقيتها هو ده احسن حل. شوف هو في تفسير منطقي جدا لموضوع المغرب في الاتحاد الافريقي. طبعا مش بس انه فوزي الاقجع شخص نافس في الاتحاد الافريقي او انه الراجل نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المغربي ورئيس نادي نهضه بركان، دي مساله. ما انت عندك هاني ابو ريده واحد من قيادات الكاف وواحد من اقدم اعضاء الفيفا. لكن الفكره اعلاميا تتعلق بانه السكرتير العام في الاتحاد الافريقي حاليا السيد عبد المنعم باء، وقبل منه الاستاذ معاذ حجي، الاثنين مغاربه. ففكره التواصل معاهم من قبل الاعلام المغربي اسهل. ليه فبالتالي يا استاذ ابراهيم لو انت اعلامي وعايز تتصل بعبد المنعم باء او المنظومه اعلاميا مش متستفه بالشكل ده، احنا تايهين في المواجهات الداخليه. احنا عمالين نواجه بعض مش منشغلين نعرف الحقيقه اللي ممكن تكون برانا. يعني لو الاعلام ركز انه يعرف الحقيقه من الاتحاد الافريقي سهل جدا يجيبها. لان مش هيقول له لا مش هرد عليك ويرد على الصحفيين المغاربه، مش هتحصل يعني. فهو الفكره كلها ان هي حاجه نفسيه داخليه، لو انا اتخلص منها